يقول في مسألة الذبح، هل هناك فرق بين الرجل والمرأة؟ وهل إذا ذبحت المرأة تؤكل هذه الذبيحة؟ نعم، الزكاة تجوز من الرجل والمرأة المسلمة أو اليهودية والنصرانية، كما أنها تجوز من المسلم ومن اليهودي ومن النصراني. يجوز الذبح من الذكور والإناث من المسلمين من اليهود ومن النصارى إذا كان على الطريقة الشرعية، وقد وقع هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كانت امرأة ترعى غنما، فعدى الذئب على واحدة منها فافترسها، فأخذت حصاة حادة فذكتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل هذه الشاة. والعموم عموم إلا ما ذكيتم، يعم ما ذكاه الرجال والنساء من المسلمين.